سلم على أخوك. أي سموم ستدخلها إلى جسدك ستؤدي إلى عطب هذا الجسد وستسأل عن هذا العطب. من ضمن أكثر السموم انتشاراً التدخين. يقولوا أنه في 4000 مادة كيميائية موجودة في السيجارة. ليش بحطوا مواد كيميائية فيها أصلاً؟ ما بيستخدموا فقط التبغ، لأنه حيعلي التكلفة وبالتالي يبغوا التكلفة تقل، فبحطوا مواد كيميائية قابلة للاشتعال تقلل التكلفة وتزود الدخان أنه يصير أسود وكذا عشان المزاج حقه. طيب إيش في أمثلة الـ4000 مادة كيميائية اللي هذا التبغ مكونات موجودة في الدهان الرصاص اللي موجود في قلم الرصاص، الفحم، الشمع، مبيدات حشرية، منظف أرضيات، منظف صحون، مسحوق غسيل. ليش الواحد لابس ده كله؟ هذه كلها مواد سامة، بعضها أصلاً ممنوع من دخول البلاد. في 60 مادة من المواد الكيميائية اللي موجودة في السيجارة دي ممنوعة من دخول عدد من البلاد حول العالم. ونشوف الفرق في أداء الجسم وتفاعله مع السيجارة بين المدخنين وغير المدخنين. علاء مدخن، عبد الرحمن غير مدخن. علاء لما يدخن عادي يدخن والجسم متقبل هذا الموضوع لأنه صار له سنين، بينما عبد الرحمن إذا دخن لأول مرة حيكح. ليه؟ لماذا؟ لأنه جسمه ما زال على الفطرة. سبحان الله، خلقت ربنا حط القصبة الهوائية علشان تطرد السموم كالعدو داخل على قلعة والقلعة محاطة بالأسوار. القصبة الهوائية زي هذه القلعة، فإذا دخل لأول مرة القلعة قوية لسه فقاعدة تطرد هذه السموم، فيقعد يكحكح وتطرده. إذا أصر الإنسان أنه يدخن 3 و4 و5 و6 مرات خلاص الجسم يقول طيب تبغى هذه السموم، خلاص بلاها دفاع عن النفس. أنا سويت اللي علي في البداية وحميتك ولكنك لم تستمع. ماذا يحصل لجسم الإنسان من البلوة دي؟ هنعتبر هذه رئة الإنسان، والرئة هذه حتدخن 20 بكت سجائر، فاللي بدخن بكت في اليوم فهذا حيكون محصول تقريبا 20 يوم تدخين. وحنوريكم الناتج النهائي لهذه الرئة بعد ما تدخن 20 بكت سجائر. طيب احنا لسه ثالث سيجارة، شوفوا ايش صار في الرئة. خلاص حتى صارت القزاز اصلا ما هو شفاف، ما هو باين اللي جوا. سيجارة رقم 100، المويه صارت صفره.
طبعا شوفوا هذه كيف سودت. ثاني موتور 200 سيجارة، يعني تدخين 10 أيام فقط. طبعا لاحظوا معلش، شوفوا البطء الشديد في سحب السجائر. لو تفتكروا في الأول حقة الشفط كيف كانت لما كان الماكينة لسه في شبابها وعنفوانها، هذا 3 أضعاف البطء. وهذه ثاني موتور، يعني هذه ثاني رئة، يعني كأنه رئتك خربت وقررت أنك تجيب رئة ثانية. طيب شوفوا ده الآن، هذا الموية المعفنة دي بنحطها هنا ونغليها علشان نطلع الخلاصة. الخلاصة هذه خلاصة اللي دخلته في صدرك بعد فقط 15 يوم تدخين. فتخيل اللي بدخن سنين، اللي بدخن صار له 15 20 30 سنة، ايش وضع صدره بالضبط؟ لو نطقت أعضاء اللي داخل جسد لاشتكت وبكت وصرخت. هنشوف ايش بيحصل جوا الجسد. فين؟ في كفة، كفة لمكافحة التدخين. اهلا وسهلا. هذا بالنسبة لل رئتين حقيقية لغير مدخن، رئة حقيقية لمدخن. طبعاً اللون الداكن هذا اللي هنا سبب الأساسي هو مادة القطران. هذا القطران تجمع هنا لشخص يدخن 10 سجائر يومياً لمدة سنة. وهذا القطران هو فعلاً اللي بتسوي فيه الأسفلت ولا تشابه أسماء؟ لا هو تار نفسه 100%. مو تشابه أسماء؟ لا 100% هو. معلش لاحظوا الفرق بين التنفس حتى، يعني إحنا ما بنتكلم بس على اللون ولا الحجم. شوف فرق الحركة بين ال طبعا هذا بياخذ الاكسجين بكمية اكبر، هذا بياخذ بكمية اقل، هذا يحتفظ بالاكسجين فترة اطول لو تلاحظ، هذا يطلع الاكسجين بسرعة. استراليا تعتبر من الدول الرائدة في موضوع محاربة التدخين. اللي سووه مؤخرا من سنة تقريبا، انظروا ماذا فعلوا في الباكتات حقت السجاير. طبعا هذه معروفة في كذا دولة بحطوا صور مقززة، ولكن اللي سووه زيادة حتلاحظوا في أستراليا أنهم منعوا الشركات أنهم يضعوا الماركة حقتهم على العلب، وحدوا أشكال العلب. يعني أنا هذه العلب اللي أنا ماسكها الآن لثلاثة شركات مختلفة. هذه أشهر شركة سجائر في العالم، أشهر شركة، ما هو معروف هي إيش، زيها زي غيرك، زيك زي غيرك، كله بني كده، لون غامق كئيب، صور كئيبة. ما هي أقل دولة اليوم في التدخين من القرن 21؟ من ضمن الدول أمريكا، من أقل الدول تدخينا في داخل أمريكا. تخيلوا أمريكا عام 1950، الناس اللي تتفرج على التلفزيون، لو الواحد كده فاتح ومشغل ريموت وقاعد يتفرج على التلفزيون، ممكن في وسط كده مشاهدته لإحدى البرامج يشوف إعلان زي ده. وتخيلوا هذا الإعلان اللي متسوى من وسط عيادة. Good tasting cigarette. They're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" فمن كان يتخيل هذا المنظر في أمريكا في التلفزيون العادي اللي بيشوفوه الناس كل يوم؟ ومين كان يتخيل أنه ممكن في أمريكا الدكتور هو الذي يروج وهو الذي يعلن للسجائر؟ هذا الجهل اللي كان موجود في أمريكا من يعني 40 ولا 50 سنة، واليوم تحولت أمريكا إلى أكبر المحاربين للتدخين في داخل أراضيها. شركات التدخين بتسوي فلوسها من فين؟ مو من بلاد العالم الأول، ما بتسوي فلوسها من أمريكا. أغلب الأرباح لهذه الشركات جاية من بلاد العالم الثالث، اللي لسه مع الأسف فكرة التدخين ومساوئ التدخين لم تصبح ثقافة كما أصبحت اليوم في أمريكا. فكما تغيرت أمريكا من هذا الحال اللي شفناه أنه حتى دكتور يدخن إلى اللي وصلوا إليه اليوم، هذا يعطي أمل أنه العالم العربي ممكن يتحرك ويصل إلى هذا وأحسن. لذلك هم عندهم هدف، ونيوزيلندا أيضا عندهم هدف، أنه بحلول عام 2025-2030 تصبح الدولة بالكامل سموك فري. سموك فري، ما فيها تدخين ابدا. يعني مش بس انه والله ممنوع في المطاعم، ممنوع في المناطق المغلقه، يمنع من الدوله تماما استيراده اصلا، يصبح منتج ممنوع بحلول عام 2025. وحاطين اعلانات، يعني نيوزيلندا عندها اعلانات من الان بدات توعي الناس بهذا الهدف. تخيلوا. And we need your help to achieve our goal and lead the way to change. Let's be proud to be Kiwis. Let's make New Zealand smoke free. 13 سنة عشت في هذا،
والحمد لله أقلعت سنة 2000، وأقترح على من يريد أن يقلع أنه يقرأ كتاب Awaken the Giant Within أو أيقظ قواك الخفية. هذا كتاب عام يتحدث عن تطوير الذات. هذا الكتاب هو السبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى أني أقلعت. أقترح عليكم أن تقرأوه، والمثال اللي أضربه لكم يعطي أمل أنه أي أحد ممكن يقلع. المضار اللي بسببها التدخين على الجسم كبيرة جدا، وكل ما طال مدة التدخين كل ما طالت مدة تعافي الجسم من آثار التدخين. ولكن بالمتوسط إذا أقلع الإنسان عن التدخين أول 20 دقيقة تعود دقات القلب إلى المستوى الطبيعي، بعد 8 ساعات يتخلص الجسم من فائض ثاني أكسيد الكربون، بعد أسبوع تستعيد حاسة التذوق والشم، بعد 3 أشهر تعود الرئة لعملها الطبيعي، وبعد 10 سنوات، تخيلوا تحتاج 10 سنوات حتى تقل نسبة احتمال إصابتك بالسرطان والعياذ بالله 50%، وحتى يصبح احتمال إصابتك بالسكري مساوي لغير المدخن. ولكن هذا بعد كم؟ بعد 10 سنوات من الإقلاع. فبالتالي كل ما الواحد أقلع أبكر كل ما كان أحسن، وكل ما أعطى لنفسه فرصة ولجسده فرصة أنه يتعافى. السيجارة هذه الواحد يدخنها ولا يفكر جاءت من فين؟ في يعني حقول مليئة بالأطفال، هذه حقول التبغ في بعض البلاد تحديدا ملاوي مثلا، الاعتماد الأساسي هم على الأطفال، في آلاف عشرات الآلاف من الأطفال هم اللي قاعدين يكدحوا في هذه الحقول ويتغيبوا عن الدراسة ويعملوا 12 ساعة في اليوم، وتجيهم أمراض من العمل في هذه الحقول، كل هذا علشان يوفروا السيجارة اللي الواحد بيأخذها دون تفكير ويدخنها ويحرق بها جسده بعد أن حرق بها مستقبل الأطفال الذين عملوا هذه السيجارة. في ضرر أيضا على البيئة. بلد زي كوريا مثلا 40% من إبادة الغابات فيها بسبب التدخين والتبغ، 40% من الغابات في الأوروغواي قاعدة تدمر بسبب التبغ والتدخين. ففي ضرر أيضا بيئي عالمي على موضوع القضاء على الغابات، وهذه مسببة أزمة في المناخ عالميا طبعا لعدة أسباب، والتبغ يحمل أيضا دور. فالواحد لما يأخذ السيجارة دي ويدخنها يفكر في كل هذه الأبعاد. الجهاز هذا فكرته الأساسية يعطيك عمر للرئة. الأصل في الإنسان أنه ولد مع الرئة في نفس الوقت، الأصل يكونوا نفس العدد. يعني عمر صالح كم؟ عمرك 29؟ 28. عمر صالح 28، مفروض رئته تكون 28. يا سلام، هنشوف عمر رئته، عمر رئته الحقيقي الآن، عمر رئة صالح الحقيقي. بس عمرك ايش؟ عمر صالح، عمر رئة صالح، عمر الرئتين اللي ظهر عندنا 51 سنة. رئتين عمرها 51 مستحيل تغطي احتياجات الأكسجين لجسم عمره 28. You know, usually when we talk about smoking, people think always lungs. Let's see what it does to the brain. Does it do anything to the brain? Absolutely. Smoking cigarettes is extremely toxic to your brain. And I'll show you an example here. Okay. هنشوف الدماغ للمدخنين إيش بيحصل فيه. Not only is this someone who's smoked cigarettes for many years of their life, you can tell by this toxic pattern here. This is someone who unfortunately has suffered a massive left-sided stroke from their cigarette smoking. But here's the toxicity pattern in someone who's smoking without a stroke. So when you smoke cigarettes, this is what it does to your brain. من المدخنين حس بآلام خفيفة هنا، وزي ما يقولوا حكة. بعد ما فحص الدكتور قبل ما تطلع النتيجة عم علي كتب له شيك ب2 مليون ريال. الدكتور صارب يعني وش الكلام هذا، ايش المطلوب؟ قل له عشان اذا قلت لي انه ما عندي سرطان فقل له في قل له في سرطان تمام بالحنجرة ولابد من الاستئصال. فعمل العملية هنا طبعا، استأصل الحنجرة والغدة الدرقية والعقد الليمفاوية الموجودة بالعنق. طبعا معلي أراد التحدث فهو بيستخدم جهاز فقط، في ماغنيفاير للجهاز عشان يطلع الصورة. يقول لك ارحم نفسك قبل فوات الأوان، انت عادك شباب. يقول لك الكيماوي والعلاجات هذه الأخرى أشد من المرض نفسه.
أدوية، شنطة الأدوية. ما يقدر ينام إلا بالأدوية هذه، ما يقدر يتحرك إلا بالأدوية هذه. يقول لو أبي يمكن أدفع 10 مليون عشان أحتفظ بصحتي كنت دفعتها، ولا أنا أوصل إلى أنا وصلت للعام. الحمد لله. أبو عبد الله، فرصة طيبة، شرفتنا. الله يكرمك. فدعواتي لكل من يدخن بإذن الله تعالى هذا الشهر يكون سبب للإقلاع عن هذه الآفة. الله سبحانه وتعالى يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الصراط المستقيم هو لسعادة البشر وليس لشقائهم. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا، إن أحسننا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد؟ أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد؟ فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار. تغدو رفاة ويبقى الآثار، فلا تنتظر من الآن، كن ما تريد لغد، وحسن وغير إلى أقصى حد. هلما بجد يا ربنا، لهذا يمكن في السرعة.
زيادة عن هذا من أمراض الإدمان. كان قبل لا يمرض كيبدا في السيجار الأولى تجيب الزوجة تجيب التالتة حتى يولي في الأسبوع يدير تقريبا 5. كان ديفوا يبدا بالميكو شبان. كان عندنا شربان اللي في المؤسسات يقول لك أنا كنت غير من الأرض صاب الميكو وكماع داع باكيوريوزيتي داع. هذاك الميكو وصله للكيف وكوي صبحنا في الكيف أصبحنا في الكوكايين وما نزيدش نعطي الأسماوات وخير باسكو سام في مالوكا درسيتي سكو نو بخوطو زونفون كونسوم توت لا جورني. التنين قال لي طالما كاشي ما نجيبش مولاه قال لي في البداية كان عنده مشاكل عائلية لوم ميديكال أمن عارف الزواج إيتو كان يقول لي ننسى. اسكو لا دروك تمسينا على المشاكل تماما مسينا في الوقت نشط موتو ما ولا بابا ما نبالاش اسكو راسو لي في دون دروك اي سورتو لا دروك كي سو تروف ا اوران. Vous savez que Oran, c'est la première ville de 5 sortes de drogue. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. La drogue, elle est là, Oran, et chez nos enfants. Parce que comme elle est de Tchad, الدخان هو اللي يفتح الباب باب سيك صوالح الاخرين. هو بغا يلعب بيه في لط بغا يسيبك سي الدخان ميكو ما عندوش 100 دور من بعد يجيب 100 عند امه من بعد يجيب 1000 من بعد يجيب 5000 ومن بعد زميله في المتوسطة عنده 10,000 ما كانش فيها تقاسموا وشهر لاخر أنا نجيب 10,000 في الشهر شهر لاخر يعطوه والديه ولا يكونها. إي سا كومونس كوم سا سي لي بوتاسيون. كوما نتلبسوا في الدخان نون سيلمون نبتعد تماما عن هذوك الأمراض وكل أنواع السرطان. نعاودها 4,000 مادة كلها قاتلة مصنفة إلى أربعة لبودرة اللي هو أنواع سرطان النيكوتين اللي هي إدمان. شتو المدخن اللي حبس الدخان كيفاش يكون في رمضان كيفاش يكون هذا المدخن سوني في باسكو هو نوع الدخان. الآن العلماء قالوا نوع من المخدرات بدون نقاش نوع من المخدرات. قال لك في الشريط اللي دار الاستاذ او 1950 هذيك المنظمه العالميه اللي عرفت اضرار التدخين ولكن حنايا ما طبقوش علينا هما عندهم. شفتوا الشريط هما لافريك قالوا لنا اللي خدماتو ولكن وين كانوا يدخلوا فيه الدراهم في فاتيكان مانيان دي سود سيتي لي نوار. شفتوا هذوك الدراري مساكين هذوك هما صح اللي كانوا يبيعوا فيه لي روبان هذاك اللي شفتو روبان سي لو بروميي جويف كي في ليزين دونك روبان. وهذاك روبان هذه العائله تاعو عمرهم ولا كلاو الدخان. لماذا؟ كانوا يشوفوا عند العمال تاعهم يديهم يصفاروا وكل يضربوك كي تاكل يضربوك شويه ولا يديروا في المسواك يبقاو شويه في السفرين وبعد يتحالوا. دوك هو المتاجر الاول في الدخان عمره ولا ذاقه. سافي لي بليز انتيليجون سور سيت تيغ سي لي جويف ربي عطاهم العلم كامل. دوك سافي كو داروا تجاره الناس ولكن هما حبسوا الامر
بالي كاينه في اوروبا لي كيبينوا في البيس ولا كيبينوا في طاكسي ولا في ريستوران ولا في مقهى. ما كانش كاين ان امور ممنوعه تماما. واش عرف نفس الطريق ما عندوش دروا يكبي يلوط البيئه يدخل بين الكوب دي كيوس كاكا كل ان كيلومتر يدخل يقول لك دي طاكسي. اما الان يدخل في المطبخ ويكمي ولدي اللي كان بزاف ادخل من بلاك من يجيبوا لي على الصندلين يجي عندك ويطلب لك الصندلين باش تعطيه كيما عندك في الدار يقول لك الدار في المرضى. ولا قايدي انا فيتي واحد بي زعما تجيش تجيب لي الباك تاعك اللي عندي انا ما عنديش صندلين في الدار. التدخين شفتو كل امراض بدايه من اللي فيها في فمه وكل الشباك كاين في النهايه. شوف نهار اللي كبيتو واش صرالك لا رياكسيون كحت صحيح كحت تحبس شوف العينين يسيلوا واللي يسيل في البدايه بصح شوف الشريط من بعد الجسم كيفاش يدير الجسم يتعاود. واحد كيما هذا في دروبي نهار دروبي جيت معاك يتعاود لعيبو انا نخرج من شر الصفه وشر الطاقه تخطو تخطو انا كي يدي الجنب وغادي ويبدا يكو تخطو. السلام عليكم. السلام عليكم.
براسها ممكن يعرفوني. اليوم ماشي نشوف فيلم على الزمالة بتاعي ونسأل المؤسسة ونظرة بالطاكسي وجيت باش نكمل معك. إذن ألو كما تتمت مثالينا كين مدخل وكين المدخل السيبي وثم تأسيب يعني أنا ما نشتغل نكمل تصحيني نكمل علاش؟ أني كده مع جماعة ونكمل أني تفضل القهوة ونكمل أني تفضل في بس نكمل ثم تأسيب عنده نفس الأعراض Il y a des mafias, il y a des grands poulets, il y a qui m'a dit, il y a des gars, il y a des
شركات عظيمه ما تخدموش ومنهم لي تاكس ما تخدميش وما يقول لك يدخل في الاول بالسيجاره التدخين ودير الكيما ودير الصحه ولكن كي تدخل في الاول ما تشوفهاش ما تعرفش وما راهو عارفين بصح يبان هاد الاشياء دونك مباشره اي سي فو بلي الشيشه ماذا بكم وكم شيشة كارثة مش كل شيء فيكي دخان ومهم سيرتو شيشة ما تكون عندها دو دونجي دو دونجي اللي هو تاع تدخي اي لو دوزيام دونجي تاع العدوى داكور الوغ بوغ لي جون كي سون اونطخان دو فومي ديرو لي بوغ لي حبسو من بعد يجو عندنا باسكو حنا عندنا ان سون تحب دا هنايا سموه تاع العقيد دو سي دو يعني كاين اطباء كاين بسيكلاب كاين بسيكولوج راهم يبخل ان شارج هاد لي جون يكون حبسو التدخين اي سورتو لا دروغ باسكو لا دروغ ثاني ما هي رحالة المؤسسات نتاعنا حنا رانا فونسيتي ليسي وحنا رانا ليسي واحد شوية هنا براتيكوم تو لي جون مساكنين باغيين يحبسو جاو عندنا جاو عندنا اي اون ليزا اورونتي ان شاء الله حنا نكونوا غير باسكو على بالك كما قالت لك زميلة ان دروغي في سي ميم با فيه ان دروغي كيما كثر خو كثر صاحبو كثر جداته كثر امه علاه باسكو كونتيني او مونك يكون في لازمو هذيك لا دوز نتاعو ما يكونش يشوف ما يكونش يعرف يتو نيمبورت كي هو يكتب باش يقدر يمشي هذيك لا دوز نتاعو حنا ماذا بنا لي جون تاعنا ما يوصلوش لهذا الشيء كاين حل كاين الدوله الجزائريه راه دايره هادو لي سونتر اونتي ادكسيون مي هادو لا بوليسيه لا والو اون ا ريان افوار افيك لا بوليس سي دي ميدسان سي دي سيكياتر سي دي بسيكولوج كي فون بروندر اون شارج لو جون داكوغ ان شاء الله مام المديره ولا السكرتير جينيرال سي لو واك كي ا ان جون كي دوموند دو ليد باسكو ساكن هنا غادي ما لقاش هاد الطفل علاه راح لاكور وربما مشاكل عائلية ربما وظيفتي لأن الفراغ الفراغ هو اللي يدير هذه الأشياء بس ممكن كان أن سبورتي يدير سبور يدير لا ميوزيك يدير جامي لا توش على جامي كومو أنتخيل سي جون سي أون فوزو دو سبور أون فوزو دو ميوزيك الواحد يدير بون لا بيسين سي فري سي ديفيسيل مي أون بو في لي ميزون جون إي أون أبلو ميزون ميزون جون إي سي با شير سي كونتري بوتيت سي جون دير لاكيل أو دير جو أو دير en plus de l'aide qui est aujourd'hui pour les cliniques, on a fait ça d'oro. Parce que la même comme des produits vont revenir cher à l'État. Parce que la vie voulait être truant, 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 il faut qu'ils en charge. La vie est tout d'art, ou tout l'être ça qui est une maladie, parce que la prisonnier, ça faut énormément cher à la société. D'accord? Donc, Inch'Allah, après ça, s'il y a des gens qui vont s'arrêter, التدخين ولا لا دوا يجوا عندنا باسكو حنا راه عندكم غير هنا اون بليس فوز افي لا شونس حطوه في العقل دوكا افون دو باسي كاع لا سيكولوج افيك نو دي فوالا لا سيمول يعطيك ما يبغيش يدير معلم الاستاذ ولا الفارس ولا كاين حنا عندنا في المتوسطه او الثانويه التدخين تجينا في اخر الحصه قلنا انا نكفي في الصحه اللي باقي نخرج منها ما تخبروش برك الاداره حنا سيدي كي فو ساريتي كومبليتمون يتصل بسيكولوج وهو يلوريونت كي تفتح حتى لي وصل المكان معرفي بلا ما تفوتو في الإدارة بلا ما الأساس لا يعرفو بين التلميذ و البسيكولوج يقول يفو بخون شارج حتى هو داك الأخ تعرفو أخ أم واحد من العائلة ولوريونتي يا لا سيتي دو كومونيكاسيون وهما راهم يجيو عندكم وتصلوا بيهم سون باسي بار لادمينستراسيون تي بيان سون باسي باسك تلاميذ حنا اللي شفناهم في بعض الثانويات قلنا ودي ما نجيبوش الاداره تسمع معليش ما تسمعش ولكن داو يروحوا قبل لا تتاخر هي نتمناو سولي كي لا با كومونسي يبتعد عنها تماما هو اللي يفتح له الباب بصوار فوق ناقل كاسا ربي وبدا يكمي يحبس ودي سيمانا راه في 10
إذا كنت كميل باك يمشي إذا كان واحد عنده 70 عام
تعملش هكا نو في زعما ديما هذيك اللي تجي تقول ولكن ما بقيتش ابخي قلنا ديزا اكشف الشعري ديزا سي دي جان اعطى دوسوا وضع هذاك السمينا على بالكم باللي كنتكمون كاين ان بروبليم تاع لي فيسو تاع الشرايين تبلعوا أمراض قلبية. فهمت؟ أزيادة الشعر.